اليومين دول بنعيش أجواء ممتعة احتفالا بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر. كل سنة طيبة نهواند وإحنا يا رب بخير ومصر دايما يا رب إن شاء الله، وذكرى لن تنسى. وأعتقد دورنا كمان في البيوت مش بس في المدارس إن إحنا نعرف أولادنا الأجيال، طبعا إحنا أصلا جيل طبعا لم نعصره، يعني لم نعصر 6 أكتوبر، لكن أهالينا عرفونا إيه اللي حصل، ونتمنى إحنا كمان نعرف أولادنا إيه اللي بيحصل. لازم جيل عن جيل يعني يا فاروق، كنت أقول لك يا كريم ولو حصلت معلش على حكم العادة يا فاروق، بيبقى حلو إن أنت تنقل الأحداث دي، لأن الأجيال الجديدة لازم تعرف الانتصارات اللي بلدها بتحققها، وإحنا بنحتفل بإيه، والأعياد القومية بتاعتنا. الشق الوطني ده مهم، حتى لو أنت بتتكلم إن معظم المدارس دلوقتي مش بتهتم قوي عشان انترناشونال وغيره معظمهم يعني، لكن إحنا مهم إن إحنا نفضل نورث ولادنا الشق ده أو الوطنية أو التاريخ بتاعنا اللي يشرف. طبعا مهم نهواند لما بنسمع الأغاني الوطنية وأغنية بسم الله والأغاني الوطنية بيبقى ليها تأثير جامد. أنت ما عشتش الحدث، بس تأثير الأغنية، تأثير الأغاني الوطنية طبعا. أعتقد هي ميراث كبير جدا لمصر، وحرب أكتوبر حاجة من الأحداث اللي مش يعني محدش هينساها طبعا على مر التاريخ. صحيح. وامبارح أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ماراثون رياضي بطريق الشلاق بالشيخ زويد بمشاركة مئات الشباب والفتيات من أبناء شمال سيناء، وتنوع ما بين السباق للدراجات لمسافة 5 كيلومتر بمشاركة 150 دراجة هوائية و50 دراجة نارية و50 سكيت. الحقيقة الأجواء كانت رائعة، وده يمكن بيعكس الصورة الآمنة اللي وصلت لها خاصة في شمال سيناء. ده حصاد عمل مؤسسات الدولة ورؤية قيادة سياسية حكيمة قدرت أنها تحول هذه المنطقة من منطقة غير آمنة ملغمة بالإرهاب لمنطقة آمنة هادئة لكل العائلات اللي بتعيش فيها، وكمان مناخ جيد لإقامة أنشطة مختلفة سواء فنية أو رياضية. هو ست الوزير اللي معلش هتقولي الصورة تاني، ست الوزير اللي هو كان على الموتوسيكل تقريبا صح؟ ايوه حلو حلو التواجد ده، وحلو ان انت برضو كناش بنشوف زمان برضو يا فاروق المسؤولين بينزلوا الشارع ويتعاملوا بشكل مباشر مع الناس، يعني الكلام ده بتكلم من اكتر من 10 سنين كناش بنشوف ده، لكن حلو ان انت دلوقتي بتلاقي المسؤول جنبك يعني تقدر تتكلم معاه، بيبقى حتى لما في مبادرة بتحصل بتلاقي ان هو برضو اللي اطلق او المسؤول اللي اطلق المبادرة متواجد. دي مش اول مرة نعرض حاجة بالمناسبة يعني بهذا الشكل، لا مش بتكلم برضو عن وزير الشباب والرياضة بس تحديدا، بتكلم عن يعني مسؤولين كتير جدا بيبقوا حريصين هم يتواجدوا في الفعاليات او المبادرات، واعتقد ده امر جيد. بيدي زي ما بيتقال امبريشن ان انا مش بقول حاجه وما بعمل عكسها، فبرضه كانت او انا عجبني المشهد بصراحه يعني.